اسمها ايه؟ لا بس اسمك يقول لك ايه؟ انيوميريت ديفرنت تايبس اوف توينز، ايه انواع التوينز؟ سؤال بقى لك كان هو ما جاش قبل كده، هو يعني بيعمل لك نوع ايه؟ عارف بيغيظك بس يقول لك سؤال سهل خالص يا جماعه مش عايز تشرح حاجه، قول لي انواع التوينز بس وخلاص. ما انا مش عايزه اصلا. ماشي، ايه هم التوينز التوائم يعني؟ انا بص يا سيدي، هو القصه كلها ان في سبيرم مع بويضه بيعملوا حاجه اسمها زيجوت. بس لا بس شوف القصه كلها، سبيرم وبويضه بيعملوا ايه؟ زيجوت. قال طب في بقى حاجه، بص، توأم متماثل وتوأم غير متماثل، وفي توأم متماثل منفصل وتوأم متماثل ملتصق او متصل ببعض. براحة بقى كده نفهم ايه الموضوع. اسمع نبدا كده، قال لك ايه رايك لو الموضوع ان هم اثنين سبيرم مع اثنين اوفا في نفس الوقت، سبيرم مع اوفا وسبيرم، يبقى في كام زيجوت كده؟ في كام؟ اثنين زيجوت، مش كده؟ فده نوع من التوائم يسموه داي زيجوتك. يعني ايه؟ يعني اثنين زيجوت كونوا. طبعا دول مختلفين في كل حاجه عادي خالص، يعني كل الشبه بينهم زي اخ واخت او اخ واخ مختلف عن التاني، بس خالص بيسموها الحاله دي ايه؟ باي ايه؟ زيجوتك. بس يعني في بعض الحالات متشاركين في امبيوتيك كافيتي بتاع، بس جينيا مختلفين عن بعض تماما. انتوا بتقصوا ازاي؟ ده بني ادم وده بني ادم تاني خالص، ده اسمه ايه؟ باي زيجوتك ايه؟ توين. بس وكل علاقاتهم ببعض زي اخين مختلفين عن بعض، بس السن واحد يعني، هدي ايه ده بس ايه؟ وجه الشبه يعني. في مشاكل؟ او ممكن سبيرم واحد وبويضه واحده بيعملهم 1 زيجوت. طب تعال نمشي مع الزيجوت ده في القسمات. هو الزيجوت ده خليه واحده صح؟ بعد كده يبقوا كام؟ خليتين، يبقوا كام؟ 4 8 16. بعد كده يعمل بلاستوسيست يخش في الرحم صح؟ بعد كده يعمل حاجه اسمها باي لامينر ديسك. شكرا. باي وورد تراي وورد بتاع كده. قال لك بص بقى، الزايجوت ده من اول المرحله، من اول الزايجوت لغايه البايلامر ديسك في المرحله دي كده، من اثنين لحد مين؟ البلاستوس. ممكن الخلايا تنقسم جزئين، يعني هنا مثلا كام خليه؟ هنا 4. في المرحله دي في الخلايا 2 و2 ويبداوا ينقسموا لوحدهم. شفت القصه؟ بيحصل ديفيجن لمين؟ للخلايا من بعد الزايجوت لحد البايلامر ايه؟ ديسك. طبعا خلايا متماسكه في كل حاجه صح كده؟ جينيا نفس المنظر نفس كل حاجه، فهمت قصدي؟ فقال لك ده اسمه مونو زيجوتك، كان اصله ايه؟ زيجوت واحد، اسمه مونو زيجوتك توين. اسمع بس اقول لك حاجه، هنعرف ايه المشاكل بينهم. ده اسمه ايه ده؟ مونو ايه؟ زيجوتك. بس دول ايدنتيكال متماثلين بفرض. فرض ايه؟ ان هم يعني ممكن يبقوا جوه البطن وكل واحد واخد بلاصه بلاصه مختلفه عن الثاني. ازاي؟ ساعات مشتركين في مشيمه واحده. طالع من الحبل السوداء هنا وده الحبل السوداء التاني، بس كميه الفيسل اللي هنا اكتر من هنا. يعني ده جايب دم قليل، ده جايب دم ايه؟ فتلاقي عيل كبير تاني صغير حجمه اصغر. ماشي، هو لو جالهم نفس يعني بيقول لك سبحان الله، من هم في الرحم هم جينيه زي بعض، بس ممكن في الرحم واحد جايب دم اكتر من التاني او تغذيه اكتر فتلاقي حجمه ضخم. ممكن بعد كده يكون بنصيب بعد الولاده، وممكن بعد الولاده يتولد زي بعض ويختلف عن بعضهم. ازاي الكلام ده؟ واحد يعيش عيشه مرفهه جدا، واحد عيشه شاقه جدا. مش كده؟ مثلا تعرف مشاكل الانفصال والحاجات دي كلها، واحد عايش مع ابوه والتاني عايش مع امه، ممكن بس حاجات زي كده. ساعات بيحصل بتاع الام تقول التوام تقول انت واحد وهو مش عايشه بيه. والله انا شفت المنظر دي يعني، او ساعات ام بقى عندها التوام انا شفت المنظر ده بعيني. فسابت واحد عند واحده قريبتها جدته ولا ما اعرفش مين، وواحد عايش معاه. اللي عايش معاها طبعا بقى بالعنايه والرعايه وبتاع، والتاني ست كبيره على قد اكلها وبتاع. فبص على الاخير سبحان الله تمام متماسك، ما تعرفوش ولد اصلا بينهم اخوات اساسا. واحد عايز بودي بيرت محترم كده، شوف عنده 4 سنين دلوقتي، والتاني ما يكملش يعني، تشوف عمره ما يجيب سنه، اسنانه ما اتكونتش لسه وحاجه ايه ده، وهو ضعيف وعنده امراض واثنين بنيره واثنين تمام متماسك سبحان الله. بشوف ظروف البيئه اللي نشأوا فيها، ده وده، ده ضخم جدا وكويس، وده ايه؟ اختلف عنه تماما. بس طبعا العادي ان الناس بيعيشوا مع بعض، يعني كان زمان دفعتنا بتاعهم متماسك. طبعا ما بيتكلموش عن بعض. يعني لا يمكن يوم ما يحلقوا مع بعض نفس اللبس، نفس النظاره، كل حاجه.
والله كنا بنتكلم. عندكم ناس في الكليه بدون ذكر الدفعات يعني دلوقتي بيروح واحد يمتحن بدل التاني، في واحد شاطر قوي والتاني نص نص، هو عليك اللي تشافه واحد بس بيدخله يطلع من اللجنه يروح لابس ايه مغير وداخل التاني يقول لي لا انا فلان مساحه توأم، يقول طب عايز اخوك تعالى اخش بره اهو واخد بالك، وهو هو اسكت والله بهزر، بيخش وساعات في النظري ده واحد بيأجل والتاني مش مذاكر، واحد يخش دور اول وينجح وهو برضه يخش دور ايه والله العظيم بهزر، بس طبعا تاني مظبطه بقى يعني تاني من هيصر يعني عامل لك القهوه وعامل لك معرفش ايه وانا اللي عامل الشغل كله في البيت وبتاع انت ايه ذاكر بس مسخره. حضرتك بياخد معايا هنا في واحد كان بياخد معايا نظري والمضيع ده بياخد بس ايه اعمل بس، فايه كل شويه مجموعه عملي فوق واخد بالك، الاقي واحد داخل وبعدين داخل تاني من المجموعه قلت له كنت حاضر من شويه بص لي كده انا فلسه ما بردش، وهي نفس الموقف اتكرر تاني لحد ما داخل ده مجموعه والتاني اللي بعدها على طول قلت له انت مش لسه حاضر حالا؟ قال لي والله ما حضرت، وانا بقول له قعدت اتخانق معاه قلت له انت بتكدبني ما اعرفش ايه، قال لي اه انت قصدك اخويا قلت له اخوك عرفت المرتين ده ماشي سبحان الله بس في مظبطين بعضهم احلى تظبيط احلى تظبيط مانجا متعه هو واحد بس مذاكر وعايش الدنيا كلها بعد كده ايه مانجا، فده اسمه ايه مونو زلمه. ساعات بقى اسمع معايا ساعات يبقوا كونجويند، والكونجويند بقى ممكن يبقى ايكوال وان ايكوال، خلي بالكم من حاجه دول مونوزيجوتيك الضاي اتنين منفصلين عن بعضهم خلاص، المونوزيجوتيك ممكن منفصل اللي هو الايدنتيكال توينز دول، او ممكن مونوزيجوتيك والانفصال غير كامل يعني جم في مرحله معينه هينفصلوا عن بعض بس الانفصال ما بقاش كامل، مثلا فضلوا متصلين ببعض من المنطقه اللي بتكون الهيد مثلا، او فضلوا متصلين ببعض في منطقه الحوض، فضلوا متصلين ببعض في منطقه الايه التوركس، ما دول مونوزيجوتيك خلي بالكم بس ما انفصلوش بالايه بالكامل، يسموه توأم سيامي او منتصق، ده من الايه الملتصقه دي. واسمع بقى يقول لك ممكن الملتصق ده يكون الاثنين الملتصقين قد بعض، او ممكن الملتصق ده الاثنين واحد كبير واحد صغير ايكوال وان ايه وان ايكوال، يعني ايه الكلام ده؟ عامل صوره هنا باين اتفرجت عليها بص كده طبعا دول ميتين بس هنا بص المنظر عامل ازاي؟ هنا في ايه؟ تو هيد الثوركس والابدومين والبلفس متصلين ببعض، ده ليه ابر ليمب وابر ليمب اثنين بس، وهنا لور ليمب بس في كام هيد فوق؟ اثنين، او ساعات بص المنظر عامل ازاي هنا؟ منفصلين تماما من كل حته متصلين بس بمين؟ بالهيد برضه ده عليه ميت ماشي، ليه بيسموها الحالات دي؟ تيجس، كلمة تيجس معناها فيوجن، فالكتاب عندهم عامل صورة جميلة جدا ليها ملخصها كلهم في صورة كده حلوة أوي، بص هنا بص المنظر عامل ازاي؟ هنا خلي بالكم ان العائلين قد بعض مش كده؟ قد بعض قد بعض مش كده؟ يقول لك ايه؟ مثلا حاجة زي كده الاتصال عن طريق الكرينيوم صح؟ او الهيد يعني كرينيو بيجاس ماشي، هنا الثوركس ثوراكو بيجاس يعني ايه؟ متصنع عن طريق مين؟ الثوركس يعني الحوض بايو جاي من اقرب بلمس يعني بايو بيجاس الحوض مع الحوض تمام؟ مثلا حاجه زي كده الهيد والثوركس كرينيو ثوراكو بيجاس، او الجلوتير ريجن مع الجلوتير ريجن اسمها رامب تو رامب فيوجن يعني ايه؟ حب ده مع حب من تحت يعني لازم ايه؟ في بعضهم. بس بقى خلاص. دلوقتي واحد يكتب دول يعني ايه مشكلتهم؟ دلوقتي ما تضحكوش. يعني المشكله ساعة الولاده. ده في اهالي بتبقى تنبسط لو الولاد ميتين.
يعني في حاجه تفرح لما يتولد ميتين، الحمد لله الحمد لله. عشان الابتلاء بقى لما يتولد وصحيين الاثنين وكويسين هيلث كويس، مصيبه اه والله. انت ما تتخيلش الضرر اللي يعني الازمه النفسيه اللي الاب رموا فيها هيعملوا ايه؟ يعني الحالات اللي انا الاثنين اللي كانوا ميتين شفتهم دول، دول خرجوا الحمد لله الحمد لله، بيقول لك الحمد لله ما عاش. انما ساعات بقى كده، وايه بقى الابتلاء بقى؟ انه سليم ومعافى وعايش تمام مفيش اي مشكله، بقى مصيبه. يقول لك هنعمل ايه؟ اه والله تمام. وساعات في قرارات يعني بص ساعات بيفصلوهم، يعني ساعات بيقول لك ايه لو الموضوع على مستوى الجلد والعظم بس او شويه شرايين سهله بيفصلوهم. لا مشكله ساعات بيشترك في قلب واحد، واحد هيموت يا ما يسيبوه. يعني كان في حلقه لو ما عرفش شفتها في التلفزيون، اثنين اجانب دول ليه زي اللي شفتوه براسين والجسم عادي جدا، رغبه قلب واحد الرئه والبطن سبحان الله. يعني حتى ما جم بيقول لك الاهالي لما جم هم اجانب مش مصريين، يعني بيقول لك لما اتولدوا فبي ايه الدكاتره قالوا طب انتوا هتعملوا ايه؟ ما عشان نفصل هد واحده والايه ونعمل ايه كونستراكشن للجسم تاني، رفضوا الاثنين سودان. يعني ده شخص وده شخص تاني سبحان الله، ويجيبوا لقاء معاهم ودي ليها اهتمامات ولها عيشتها ولها حياتها وده ليها اهتمامات سبحان الله. ودي بتحب حاجات معينه ودي بتحب حاجات معينه، ازاي عايشين دول؟ الله اعلم والله اعلم بجد والله. الواحد يقول سبحانك يا رب يعني، بس ما تتخيلش بقى ايه الازمه النفسيه الاب والام، يعني هيعملوا ايه دول؟ ماشي متخيلين؟ يعني الموضوع برضه ايه مش بالصوره اللي متخيلينها، نفسيا بتبقى سيئه جدا. ولا في اهالي تتمنى وفاتهم، يقول يا رب يموت عشان ابقاش في ذنب بس ما اقدرش اقتله. طب حط ده القرار، يا ده يعيش يا ده يعيش يا ما يعيش، هنفصله اختار مين؟ ما اعرفش. يعني ده كده بتبص على اعتبار منتصفه. ده في مره واحده كان عندها ثلاث عيال، ثلاث اوائل ثلاثه، وفيهم الثلاثه محتاجين حضانات والمستشفى ما فيهاش غير اثنين، فقالوا لها بص اختاري واحد يموت. متخيلين ده في مصر هنا؟ كان جايبين لقاء معاه سيدي بيقول لك قلت لهم العيال عندكم هم اختاروا واحد ما اقدرش. يعني هم العيال الثلاثه كانوا موجودين طبعا كان ثلاث توائم فتولدوا بدري ست شهور، كان عندهم اللي هو الار دي اس ريسبيرتوري ستريس سندروم او السرفات ما تكونش فلازم حضانه، فلازم على الاقل شهر. فالمستشفى العامه هي معاها فلوس، مفيش غير حضانتين مناسبين بس وخلاص، والثالث ملوش. فقالوا لها بص الثالث ملوش، اختاري عيل يموت. انتوا شايفين اختيار؟ ده دول بقى ايه مش متسقين بقى ولا بتاع عيال وسلام قدامها ويختار واحد يموت. يعني كانت بيقول لك يعني كان بتقول لي كان اصعب حاجه في حياتي وجدتها حساب العيال وماشيه اللي انتوا عاوزينه. مش كمان عندي ثلاثه يموتوا احسن. ما سيبنا اختار واحد يموت. فبس وفعلا واحد منهم مات، يعني ما تعرفش يعني ايه يعني واحد مات بقى ما تفهمش اللي حصل يعني. بس حاجه صعبه برضه يعني ما تخلوش ايه الازمه ديت يعني. ناس معاها فلوس خلاص بيروح مستشفى خاصه بيحط عياله في حضانات وخلص الموضوع، معاش فلوس. هتعمل ايه؟ اليوم ب 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه هتجيب منين؟ معاش ماشي. مرتب جوزها الشهري كله 300 جنيه. وده بياخد في اليوم العين 300 جنيه هتجيب منين؟ فهمت قصدي؟ الموضوع صعب يعني. لا يا ايه كونجويند وايكوال متماثل. تلاقي ايه كونجويند وان ايكوال. بتلاقي واحد مكتمل والتاني متعلق فيه. ماشي يا اخوانا؟ بيسموه هنا الايه؟ الكامل الكبير بيسموه المستضيف الهوست. واللي متشعلق فيه يسموه الايه؟ الطفيلي الباراسايت. بص المنظر عامل ازاي؟ برضه دي صوره اهي. ودي اسهل شويه بقى. ليه؟ لان التاني ده غالبا ميت. ماشي؟ يعني ايه؟ هنا بص ممكن في بقه، ممكن طالع من بطنه وهكذا. ده اللي يسموه الباراسايت او الطفيلي، وده بيسموه الايه؟ الهوست او الايه؟ الصديق. ودي بقى يعني هذا يعني ده يعتبر كانه زي حاجه وارمه كده من جسمه يعني، بس ما خد شكل الطفل يعني بمعنى صح يعني. تمام؟ ده كان كونجويند عادي خالص. ماشي؟ ده مونوزيجوتيك بس فيهم واحد نام عادي خالص والتاني كان ايه؟ نمو اقل منين؟ من التاني بس لازم فيه. بيسموه برضه ايه؟ كونجويند بس ان ايكوال. فهمتوا يا اخوانا؟ صعبه؟